وانا هحكي ايه ده؟ انا مهما حكيت مش هعرف اوصف حاجه فيه، بعشقها واقدر اقول حبيت وماليش حبايب بعديها. وانا هحكي ايه ده؟ انا مهما حكيت مش هعرف اوصف حاجة فيه، بعشقها واقدر اقول حبيت وماليش حبايب بعديها. شفت الخطوط ما تقولش يا ام، والشعر مطر ونازلة حريق، شفت العمر شجرة توت وهم بيلعبوا العصا فيه، شفت الخطوط ما تقولش يا أم، والشعر وطر ونازلة حريق، شفت العيون من شجرة توت وهم بيلعبوا العصافير. عايزني طيب ما عشقهاش ازاي وانا الهيمان بيها؟ كده ما ينفعش، بتركزوا ازاي في المذاكره مع الجنان ده؟ انا بدي افهم يا طنط، زي ما كنتوا بتركزوا زمان وانتوا بتذاكروا. كنا بنذاكر على صوت ام كلثوم وحليم وفيروز، وكان الصوت هامس. ايوه يا سيدي، كان بيغني لك لوحده، بحلم بيك انا بحلم بيك. وطوا الصوت ده شويه وذاكروا كويس. شوية ضمير. يا أمي والله عندنا ضمير، ده احنا بقالنا 3 ساعات أهو هاريين الكتاب. يا طنط احنا نفسنا بقالنا 3 ساعات بنذاكر، مش عارفين بنذاكر ازاي. مامي مش مصدقانا يا نانسي. لا مصدقاكوا، بس كملي يا فالحة انت وهي، ولما تجوعوا بقولوا لي. جوعنا يا طنط. طبعا ما انتوا ما صدقتوا. ها هتاكلوا ايه؟ التليفون معاكي بقى، اطلبي لنا اي حاجه. انا بقول هتاكلوا ايه من البيت؟ قولي انت يا نانسي. يعني اي حاجه معاها كاتشب وفرنش فرايز. برضو؟ يا ماما اشتري دماغك بقى واطلبي لنا اي حاجه دليفري. انا بقول هتاكلوا من البيت، يعني هتاكلوا من البيت ومن ايديا. طب ممكن يا طنط نطلب كشري او فتة كوارع؟ ايه؟ كشري او فتة كوارع دلوقتي؟ يعني اصلهم بيفكروني بماما، كانت بتعملهم لي حلو قوي. حاضر حبيبتي، عشان خاطرك. هو بابا وماما لسه في الخليج؟ قربوا ياخدوا الجنسية، بس ربنا يخلي لي تيتا، بجد هي أمي الحقيقية. ويخليني ليك يا بنت، اوعي تنسي. يخليكي ليا يا نور قلبي يا حبيبتي. نانسي، انت قلتي لتيتا انك هتباتي هنا النهارده؟ اه ما هي عارفة على فكرة. عارفة يعني ايه؟ يعني هي عارفة لما أنا بتأخر ببقى بايتة مع نور هنا. ايه يا مامي اللي انت بتقوليه ده؟ ما انا دايما بقول لك ان نانسي جايه تبات عندي وما بتعترضيش. انت بتقولي لي؟ ايوه كذا مره، بس حضرتك اللي مش فاكره. جايز. وبعدين ازاي تحرجي صاحبتي قوي كده يا مامي؟ انت عارفه انها انتمتي. انا خايفه عليكي يا نانسي، انت عندي زي نورهان بالظبط، بس في اصول مهما كبرنا لازم نراعيها، وكمان عشان جدتك ما تقلقش عليكي، هي مش عارفه انت فين ولا بتعملي ايه. انا اسفه. تعالي هنا، انت عارفه الساعه كام دلوقتي؟ كان المفروض انك يا مامي عارفين ان كان المفروض وما عملناهوش، اوعدك ان شاء الله المره الجايه هنبقى نعملها. خليني اكمل كلام يا نورهان. يا طنط ما تزعليش من بعض بسببي، عن اذنك. تعالي بلاش دلع بقى. انا كنت بتصل وكنت بقول لتيتا انا خرجت فين وعملت ايه لما كانت بتسمعني، لكن دلوقتي ما عادش ينفع. تيتا ما بقتش تسمع وبتشوف بالعافيه. أنا بقيت بتكسف وأنا بزعق في التليفون ولا حتى في البيت اللي فاضي عليا أنا وهي. أنا كنت بتصل بس محدش كان بيسمعني. أتصل ليه؟ مفيش حد مستنيني. أنا مش مهمة عندها حد عشان أقول أنا رحت فين وعملت إيه. يا حبيبتي إحنا أهلك ونور أختك. أختي أوي يا طنط، أنا بحبها أوي. وانا كمان بحبك قوي. يلا بقى كملوا مذاكره على ما اعمل لكم الكشري، عشان فتت الكوارع صعبه شويه. ماما. نعم. سكي على الكشري بقى واطلبي لنا وجبتين. ايه ده؟ تاني؟ خلاص انا هتكلم من موبايلي، بس اهم حاجه لما يجي الاكل اديني مثل. ماشي. عشان خاطر نانسي بس. شكرا قوي. لو تعرف ان انا ببات عندك كانت تعمل ايه؟ حد دريان بحد طلع على هناك. مش هتكلم حازم بقى ولا ايه؟ لا 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 انا مخصمه، انا مش هكلمه. براحتك، كل واحد حر يعمل اللي هو عايزه. سمعا وطاعة سيحدث فورا بإذن الله. الو. هو يا حازم انت فين يا ابني؟ نانسي انا بذاكر ومش فاضي. قلقانين عليك قوي انا ونور. محدش يتصل بيا هنا تاني، مفهوم؟ يا ريت مخها طائق والعياذ بالله. اما انشر الرساله. كنت نفسه قلم. بيتفلق. يا تيتا نفسي اعرف بتتفرجي على التلفزيون ازاي وانتي نايمه. تيتا هي نامت ولا ايه؟ تيتا لسه مسلسل القناه التانيه جاي الساعه 6. عارفه وهفتح عيني 6:10 بالظبط. الله عليك يا تيتا يا جميله. يلا بقى عشان تشربي واحد من الاتنين دول، شاي ولا لبن؟ حطي لي الشاي على اللبن واعملي لك شاي يكون تقيل قوي عشان يسهرك وتعرفي تذاكري كويس. هو انت يا تيتا عامله نفسك نايمه لكن واخده بالك من كل حاجه. انا مغمضه عينيا صحيح بس مش نايمه على وداني. ربنا يخليكي ليا يا تيتا، ما يحرمنيش منك ابدا. مش عارفه من غيرك انا كنت ممكن اعمل ايه؟ كانت مالي وحيده مرميه في بيت مغتربات مستنيه بابا وماما يحنوا عليا بالزياره اسبوع ولا اسبوعين وبعد كده ارجع خليك تاني. انا قربت انسى شكلهم يا تيتا. لا يا حبيبتي لا ما تقوليش كده، ما هي على الشقه والبعد ده كله علشان ايه؟ مش علشانك تيتا. اوعي تقولي ان هم بيعملوا كل ده علشاني، ده انا بنتهم الوحيده وما يتهيأليش يعني ان انا بعد ما كبرت كده ان هم هيخلفوا تاني. تيتا انت زي ما قلتي بالظبط، مغمضه عينك لكن مخك مفتح ومنور على الاخر. دوري بقى لبابا وماما على حجه تانيه غيري. هسيبك بقى عشان المسلسل ابتدى. دول بيقولوا يا تيتا ان المسلسل جامد قوي. الريموت اهو. تيتا علي براحتك، انا هقفل عليا باب الاوضه. ربنا يحميكي يا نانسي يا بنتي لحد باباكي ومامتك ما يرجعوا لك بالسلامه. بنتي يا زوزو. ايوه يا ست سوسن. انت واقفه كده ليه؟ انجري هاتي لي الشوز. بسم الله ما شاء الله، ايه الجمال ده كله يا بنتي يا سوسن، تجنني. بس انا مش عارفه انت عصبيه كده قوي النهارده ليه؟ انا برضه مش عارفه والنبي ابله، انت مالك عصبيه كده ليه النهارده؟ انت مالك يا بنت؟ وبعدين مش دي الشوز اللي انا عايزاها، دي صفرة يا صفراويه هاتي الفضي. هي يعني هتفرق ايه؟ صفرة ولا فضي؟ يعني هي الناس هتسيب الجمال ده كله وتبص لجزمتك؟ ما تدعك يا بنت جاتك مصيبه. ما انا بدعك كويس يا ستي. يا بنت هتكسري رجلي، ما انت عماله تاكلي طول النهار في قبطه محلوله. اي رجلي يا بهيمه، بتقرصي قوي كده ليه؟ جاتك مصيبه. والنبي يا ابله ما قرصت، ده انا بفرك الرجلين الحلوين عشان يجري فيهم الدم. ربنا يديم عليكي جمالك يا ابله. ايه يا اختي حنجلي حنجلي، هو ده اللي باخده منك، دعوات الشحاتين. هو انت كده يوم ما بتقومي ناقصه نوم بيبقى يوم اسود، انا عارفه هو يوم اسود من اوله. بتجرطمي كده ليه يا بت؟ انجري اعملي لي فنجان قهوه يظبط لي دماغي لغايه ما سيهان يشرف. حاضر. هو اتكلم الساعه كام؟ من ساعتين 3 4 كده. 3 ولا 4؟ انت تايهه من ساعه ما جبتك من البلد. سهل عليك عايزه ترجعي تاني، جاتك الهم. تيجي فين؟ لا لا ما ينفعش يا روحي، يلا باي. لسه صاحيه مش عايزه اتخنق. يلا باي. مين بقى اللي بتقولوا لي يلا باي؟ انا جاهزه بس بعد ما اشرب القهوه. وانا كمان جاهز بس بعد ما اعرف مين اللي بتقولوا له باي. ايه ده يا هاني، من امتى بتسال على الحاجات دي؟ سوسن مين اللي كنت بتقولي له باي؟ ده واحد من بتوع الملايين الكبار، عيد ميلاد بنته بعد اسبوع، بيربط معايا وبيأكد عليا وبيقول لي باي. عند السياده مانع؟ كده ماشي انا جاهز. اقعد شويه. بقول لك ايه، لاحظي ان الراجل قاعد دلوقتي ومستنينا ومدخن. سيبه لما يفحم، انا عارفاهم. لا يا حبيبتي، عبد الفتاح بيسا بهلله ده معاه مفتاح مدينه الاحلام اللي انت بتحلمي بيها. عبد الفتاح بيه ده هو اللي هيدينا القرار. خلاص ما دام كده بلاش القهوه، نبقى نشربها عنده. يلا بينا. برضه مش هتقولي لي مين اللي كنت بتقولي له باي؟ جبت لي العصب، انت عايز ايه بالظبط؟ جرالك ايه؟ انت اتجننتي؟ ازاي تكلميني بالطريقه دي؟ احنا رايحين المشوار ده علشانك. علشان يا سي هاني ما تستعبطنيش، هو لو كان علشاني كنت جيت معايا؟ خلاص علشاننا احنا الاثنين. مين ده بقى اللي قفلت عليه التليفون؟ انت عايز تجنني؟ خنقتني يا اخي، ملعون ابو ده مشروع، الله في سمانا انا رايحه. تتجننتي؟ احنا واخدين من الراجل معاك. اتفضل روح لوحدك وشوف عبد الفتاح بيه ازاي هيديك الفلوس. بقول لك ايه، بلاش الهزار السخيف ده، لقلبها معاكي كده. ورحمه امي هي بقى قفلت معايا يا سي هاني، روح لوحدك ولا اقول لك انا طالعه انام. طالعه تنامي فين؟ انت هتتجنني عليا؟ انا اللي مجنونه بقى، انا اللي رايحه برجليا معاك الفيلا الخصوصي بتاعت عبد الفتاح بيه، تقوم تزن على مكالمه تليفون وتقول لي مين اللي بيقول لك باي؟ مين فينا اللي اتجنن ومين فينا اللي بيستهبل؟ ولا انت مش واخد بالك؟ خليك براحتك. براحتي؟ ايه يا فتح بيه، انا اسف قوي مش هقدر اجيلك، اصل تعبان شويه ولازم ادخل المستشفى اعمل شويه تحاليل. لا لا ان شاء الله بسيطه، هي دوخه كده وان شاء الله سليمه. سوسن تلاقيها بس قافله التليفون، لكن اكيد اكيد هتفتح وترد. ماشي، مع السلامه. شغل عوالم. انا الدكتور مسعود الصياد، رئيس تحرير جريده الصرخه المستقله. لا لا من فضلك يا دكتوره نبيله، لا لحظه، دقيقه واحده يا فندم، فيها فايده كبيره لينا كلنا يا فندم، لكل الاطراف. لا يا دكتوره ما تظلميش صاحبه الجلاله، في الحقيقه انا عندي معلومات عن الاستاذ شكري بيه الصحار والد حضرتك الهربان يا فندم. في الحقيقة أنا ما رضيتش أنشر أي خبر يا فندم إلا لما أستأذن سعادتك، هي دي أخلاقنا وهي دي تقاليد الجورنال بتاعنا يا فندم. أنشر؟ لا أنشر حضرتك، كل اللي عندك انشره. ما أقدرش أنشر إلا لما أقابل حضرتك يا فندم. في مكتبك؟ فورا يا فندم، مسافة السكة. بصفتي رئيس تحرير جريده مستقله ما تعودتش يا فندم اني الف على الزباين، قصدي الف على العملاء، لكن قصدي يعني لكن حضرتك انت انا عايز اخدم يا فندم، عايز اخدم. اتفضل. ما حدش جاب سيره ابدا لاي تدخل مادي في الموضوع، المساله كلها لياقه، ذوق، تقدير، تعاون بين المحاماة وبين الصحافة. الاتنين دول ربنا خلقهم عشان المظلومين والأبرياء. كمل حضرتك، توقفت ليه؟ أنا سامعاك. القعدة مش باين عليها ودية، ظاهر كلامي مش عاجب حضرتك. أنا يا فندم بعتذر عن الزيارة دي يا فندم، وإذا كنت حضرتك عاوزة تعرفي الوالد فين أكيد حضرتك هتشرفيني. اتفضلي. أدي الكارت فيه رقم المحمول وعنوان الجورنال، في انتظارك. حسن الاستراتيجي بيرمي السلام. أهلا سي حسن، خير؟ إيه هنوش ده، أنا قالب الدنيا عليك. كلمتك هنا في المكتب أنكروا وجودك، في فيلا مرازيق مش موجود، في الفيلا بتاعتك قالوا ما جاش خالص، فانا بقى حسبتها باستراتيجيه، قلت يا واد يا حسن يا استراتيجي ما دام هو قافل موبايله يبقى اكيد منفرد بنفسه في المكتب وبيظبط العمليه الجديده. روح منك، فين يا استراتيجي؟ ده انت لازق استراتيجي كده برضه هنوش. يا راجل يا راجل، ده انا جاي لك وجايب لك معايا الخير كله. قصدك جاي طالب الخير كله؟ عاوز ايه يا حسن؟ الاكاديميه الاستراتيجيه للعلوم الهندسيه. ودي تطلع ايه دي؟ دي اكاديميه محندقه كده يا هنوش يا اخويا، ناخد فيها العيال الخايبه اللي ما جابتش مجموع، والواد اللي هيدخل عندي هناوله شهاده امريكاني ولا انجليزي تلوح عين اللي خلفوه. جرى لك ايه يا استراتيجي؟ احنا مش لسه دافعين لك كام مليون في جامعه واكاديميه؟ زياده الخير خيرين يا هنوش. على مهلك شويه يا استراتيجي، انت ماشي عمال توزع شهادات على العيال وانت يا دوب واخد اعداديه. ايه الكلام ده يا نوش؟ انا حسن الاستراتيجي، الدكتور حسن الاستراتيجي. دكتور مش دكتور، هتفضل طول عمرك في نظري الواد حسن اللي فاتح كام اوضه في شقه وعاملها مدرسه وبيوزع على العيال شهادات من منازلهم. مفيش داعي لحديث الذكريات المؤلمه ده يا هنوش، دي كانت مرحله خلاص وعدت في حياتي. عيبك يا استراتيجي انك بتصدق روحك، بجح. والغريب يا اخي ان بجحتك دي مسلكالك كل السكك. وانا اقدر اسلك من غيرك يا هنوش؟ ها قلت ايه؟ اضرب لي كام اعلان في الجرايد والتلفزيون عن الاكاديميه الاستراتيجيه للعلوم الهندسيه. اصبر اصبر لغايه ما نلاقي لك اسم عادل يليق على الاكاديميه علشان نقدر ناخد بيه الموافقات والتصريحات. انت عارفني كل شيء عندي بالقانون. انت هتقول لي ده انت ابو القانون، انت استاذ القانون، انت عاشق القانون، انت القانون ذاته يا هنوش. ماشي يا عم ماشي، الاسم اللي هيطلع من بقك انا هوافق عليه، مع ان يعني كلمه استراتيجيه دي كانت عجباني، ماشيه ولايقه عليا قوي يا هنوش. مش مهم تليق عليك ولا تعجبك، وانت هتدفع حاجه علشان يبقى لك راي، المهم تعجب اللي بره، الناس بتوعنا اللي بره، الفلوس فلوسهم، انا راجلهم وخدامهم. لا لا يا حسن، انت راجلي انا وخدامي انا وبس. ولو عبقريتك وزتك في يوم من الايام انك تتصل بيهم، لا هم هيقبلوا ولا انا هقبل، وساعتها الدكتوراه بتاعتك دي تبلها وتشرب ميتها وترجع شحات من تاني. مالوش لزوم الكلام ده يا هنوش، ده انت فظيع قوي يا اخي. ساعات بتبقى طيب ورقيق ناعم، قلبك زي النسمه، وساعات بتبقى وحش قاسي، قلبك زي الحجر. لكن هنقول ايه؟ ما انت البص. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. أنا عارف إنك ست ذكية وعملية وعارفة مصلحتها كويس، وأنا لاغي كل المواعيد ومفضي نفسي للزيارة دي. أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً، اتفضل اتفضل يا دكتورة. أهلاً وسهلاً، إحنا عندنا بوفيه 5 نجوم يا دكتورة. لا 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 مفيش داعي. دكتور مسعود، تعرف إيه عن شكري الصحار؟ مش لما نتفق الأول؟ طب مش لما أتأكد الأول إن الموضوع مفهوش كذب؟ لو في كذب يا دكتورة ما كناش زرنا ولا اتزرنا، كنا نشرنا وفضحنا، وكان زمان سعادتك دلوقتي اللي بتجري ورانا. وانا كصحفي شريف بعرض على سعادتك قبل النشر، اذا وافقتي انشر، ما وافقتيش ما انشرش. وكلك مفهوميه يا فندم، احنا تعبنا قوي 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 على ما جمعنا المعلومات ديت وحاجات تانية كتير، جايز سعادتك تستفيدي بيها في المستقبل. من الاخر كده عايز كام؟ مين اللي جاب ست الفلوس يا مدام؟ عيب عيب عيب، احنا ناس محترمين بنخدم يا فندم، وبنهتم دايما برموز المجتمع. يعني مش عايز فلوس، امال عايز ايه؟ عايز اطمن حضرتك، انا عايز الشنطه ديت. ايه ده؟ إيه؟ انت جننت؟ ثانيه واحده يا مدام، سيب الشنطه لو سمحت. لا يا دكتوره، انت دكتوره وانا دكتور، ماناش يعني لا مؤاخذه يعني. وبعدين حرص ولا تخون، وهنيالك يا فاعل الخير، والاجر والثواب عند الله. دي شحاته ولا ايه؟ لا بيزنس، انا عندي كنز وحضرتك عندك رغبه في الكنز، خلاص يا فندم نعرضه في السوق واللي يدفع اكتر. الو اي اسمعيني وما ترديش، أنا وعلاء الأسيوطي جنبي أهو متابعين من امبارح الفيلم اللي معمول عليكي. أيوه، ومن ساعتها وأنا بحاول أتصل بيكي ومش عارف أوصلك. أيوه اسمعيني كويس، ما تصدقيش الأفاق ده، والتفاصيل لما أبقى أشوف حضرتك. سلام. يعني أنت دلوقتي اتأكدت إن أنا معيش لا كاميرا ولا تسجيل؟ خلاص يا فندم، نفتح الكنز وحضرتك كلك ذوق تقدري المكافأة اللي تعجب سعادتك. اتفضلي يا فندم. اشبع بيه أنت واللي زيك، لسه في صحفيين كتير محترمين وعندهم كرامة. كده باظت الطبخة، يعني أنت يا علاء يا أسيوط يا معفن. عاوز اقابل الاستاذ هاني عثمان. لازم تفوت على ناجي الاول. اولا في مواعيد عمل رسميه، ثانيا لا توجد وظائف خاليه، وفي يافطه مكتوبه على باب العماره. لا يا فندم، انا مش جاي طالب وظيفه، انا عايز اقابل الاستاذ هاني. قصدك هاني باشا عثمان؟ وتقابله على طول كده؟ خير، فاتح مستشفى جديده ومحتاج مستلزمات طبيه؟ لا يا فندم خالص، انا كنت عايزه بس في مساله شخصيه. مساله شخصيه؟ يبقى انا ناجي عبد القوي، مدير الشؤون العامه والعلاقات الانسانيه. ممكن نتعرف بحضرتك؟ عصام عبد الحق الدسوقي. ايوه، يعني ايه؟ يعني طالب عندك شركه؟ لا يا فندم، انا خريج حقوق. محامي يعني؟ لا، طيار. ايه؟ طيار؟ هو دلوقتي بيعينوا طيارين خريجي الحقوق ولا ايه؟ لا يا فندم، طيار دليفري يعني. بيتزا يعني، كشري وفول وطعميه. وايه علاقه اللي بتقوله بهاني باشا عثمان؟ وايه المساله الشخصيه اللي عايز تقابله عشانها؟ اصل بصراحه هتفرق كتير قوي لو اعتذر له حتى لو بالتليفون. ايه اعتذر له وحتى بالتليفون؟ يا حسن، هو مين؟ قلت لك 100 مره باشا، جه اقف ايدي وانا محتاج. اقف 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 اقف. ايه ده؟ انت قاعد هنا لغايه دلوقتي؟ ايوه يا باشا، اصل عرفت ان سيادتك معتكف وقلت اقعد يمكن تحتاج اي حاجه تساعدك على الاعتكاف. طيب حصلنا على السلم. انت قبل ما الاسانسير يكون تحت هكون في شرف استقبالك يا باشا. منافق. يا استاذ كلهم مشوا عن اذنك يعني؟ يعني خلاص يا دكتوره نبيله صافيه لبن؟ ما خلاص يا فؤاد، ما هو كيك وشاي بحليب خلاص بقى. بصراحه عملتوا موقف مشرف جدا. التليفون جه في ميعاده بالظبط. انا ما كنتش عارفه اعمل ايه مع الراجل الغريب ده. بس قول لي يا علاء. اتفضلي يا دكتوره. خليته يطمن لك ازاي؟ انا اشتغلت زي ما هو اشتغل بالظبط، بس على نضيف. هو ضحك على واد صغير وذاكوا على القضيه، والواد قاعد يطفش بكلام مع زمايله. وانت عارف الصحفيين مننا ما في حدا بيكح كحايه الا لما يبقى الكل عارف بيها. ايه، ما فيش سر مهنه؟ سر مهنه يا دكتوره، الخبر وصلني، شجعت الولد وزودت بمعلومات قديمه منشوره، خدها هو واداها لصاحبك مسعود، ومسعود عاد كتابتها من جديد وعمل لها عناوين جديده واخراج جديد وبدا يساومك بذكاء. ايه ده؟ كل ده عشان ايه؟ مش عشان ياخد فلوس من حضرتك، لا، عشان ياخد فلوس من واحد كبير قوي هو اللي زايق عليك الصياد. واحد كبير؟ مين ده؟ عايزه تعرفي؟ ما بلاش يا دكتوره. الدكتور حسن عزمي يا دكتوره نبيله، صاحب هاني وشريكه في كل البلاوي اللي بيعملها. حسن عزمي، حسن عزمي، حسن عزمي يعني هاني. يعني أنا كان إحساسي صح. ظبطتك. ظبطتيني في ايه بقى؟ كنت بتعملي ايه هناك؟ يعني بقالك كتير يعني ما جيتيش ناحيه المنطقه دي. ايه، محظوره عليا؟ ايوه طبعا محظوره. وحضرتك كمان اللي عامله الحظر. انت مش عندك امتحان قريب؟ يلا اتفضلي. بس ما قلتليش، هو انت سامحتي بابا هاني؟ الظاهر اني هصالحه وهيشوف اجمل ايام عمره معايا. ايوه كده يا عمر، خلي الايام بقى تبقى منوره كده قدامنا. يلا خش على المذاكره. ينفع كده يا بابا اللي بتعمله فيه؟ انت فين يا عم شكري؟ قول اي حاجة، ابعت رسالة، ابعت اشارة، رد عليا. حمود استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. اللهم اخزيك يا شيطان، انا ميت اصلا، هموت نفسي تاني. عامل فضيحة لبنت الدكتورة، النوبالة هتبعد، تبقى الفضيحة، تبقى الفضيحة جامدة جدا. أنا اتخنقت، اتخنقت. تعالي بحالي يا رب، يا رب ارحمني وبرئني واسترني وثبتني على الحق يا رب. انت مش متصور يا عبد الفتاح بيه انا عاقبتها ازاي. لا طبعا ما منعتش عنها المصروف ولا حاجه، بس احنا رجال الاعمال لينا سكاكنا واساليبنا العقابيه، مع انها والله حلفت لي ان اخوالها فجاه طبوا عليها من البلد وكان معاهم امها سوري مامتها يعني، وكانت في غيبوبه، دخلتها المستشفى في العنايه المركزه وقعدت جنبها طول الليل. لا 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 ورد ايه اللي هتبعته لها؟ انا يا عبد الفتاح بيه اللي هبعت لك سي دي جديد معتبر جايني حالا، جنسيات مختلفة، حاجة كده نظام عولمة، جلوبلايزيشن يا عزيزي. اهو قدامي اهو، سعادتك بس تشاور وتدي الاوردر، الدليفري يوصلك اسرع من البيتزا. سعادتك مصر برضو على سوسن. فاهم النظرية سعادتك، زيتنا في دقيقنا يبقى أحسن. على العموم يا باشا احنا ورقنا جاهز وتمام التمام، والفيل المرة دي بسم الله ما شاء الله كبير شوية، محتاج بس توقيع سعادتك على شهادة ميلاده. طبعا سوسن تيجي لسعادتك الأول وتقدم شديد الاعتذار. ماشي سعادتك، مع السلامة، احتراماتي. انت يا حمار تعالى. ايوه يا فندم. انا طلبت نسكافيه. باللبن. غير عاوز جردة القهوة سادة. الو، صباح الخير يا هاني بيه. خير؟ في حاجه؟ لا 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 ابدا، مفيش حاجه، انا بس حبيت اطمن على حضرتك يعني، اصل دي اول مره يعني حضرتك تقطع بينا كده، وبعدين أنا حبيت أطمن حضرتك على الشغل بالنسبة لل... متشكر يا ستي. في حاجة تانية؟ عارف ناجي بيبلغني بكل حاجة. في حاجة تالتة؟ لا مع السلامة عليا. انا غلطانه، قلت حقك عليا، ما انت عارف اني مجنونه. هنفضل سخن وبارد كده على طول؟ قلت لي قبل كده حقك عليا، انا مجنونه وبرضه سايقه فيها. ما يبقاش قلبك اسود، انا ما نمتش من ساعتها، انا مش عارفه عملت كده ازاي. وانا مش عارف كمان ازاي تبوظي كل حاجه في لحظه. ما انا جايه اصالحك واقول لك توبه، ما تكبرش الموضوع بقى. صالحتيني قبل كده وبرضه قلتي لي توبه. يوه، ما انت واخدني كلي على بعضي كده، شويه جنان على شويه مخ على شويه حب. تقدر تخلص مني؟ لو قدرت مش هندم، ولغايه ده ما يحصل مش هبطل اخلص منك. اوعى تبطل، حاول، قطع نفسك كل يوم عشان ما تجينيش، اصل الدكتوره بتحبك قوي. اخسرنا انا كمان، ما انت خسرانها طبيعي. شوف مخك هيوديك على فين يا هنونتي. عبد الفتاح بيزعل انا قوي، لسه قافل معايا دلوقتي. ما تحملش همه، ده مش هياخد في ايدي غلوه، انا هعرف اصالحه، ده راجل طيب. لا مش طيب، هو شكله كده لكن جواه ديب. وما تنسيش يا اختي ان الراجل ده هو اللي بياخد الفلوس اللي بتيجي من بره ويدخلها على الغسالة الفول اوتوماتيك، ولا مش واخدة بالك؟ واخدة خلاص. قلنا هنصالح الغسالة والغسيل هيطلع زي الفل، أبيض ومزهزه ومعطر. الغسيل أبيض وزي الفل الغسيل. أنا عيد ميلادي الأسبوع الجاي. ها؟ يا سيدي ما تاخدش في بالك، عيد ميلادي التاني السنة دي، وأنا هعمل حفلة دولية، الدنيا كلها هتيجي، والضيف الشرف هيبقى عبد الفتاح بيسا بهللة، وأنا موجودة وغيري موجود، وهيبقى متظبط على الآخر، والقلم جاهز في إيده يمضيلك على اللي أنت عايزه. أي حاجة تانية يا بص؟ يلا يا هنونتي، يلا علشان ناكل سوا. والله انا ما حطيت لقمه في بقي لغايه لما اجيلك عشان تاكلني بايدك، وهو يبقى عيش وملح. اه يا خوفي من عيشك وملحك لما تصونيهوش. يلا بقى يا هنونتي، انا هموت من الجوع. رايح فين الولد ده؟ وفي الوقت المتأخر ده؟ بيقول راح يصور شوية ورق ومذكرات من عند عبد الرحمن صاحبه. ده كان بيجري، وكان في عربية مستنياه. تلاقيها عربية بابا صاحبه. عربية بابا صاحبه؟ ده عربية نص نقل. طب غير هدومك أنت عقبال ما أخليهم يحضروا لك العشاء. أنت تعبان طول النهار، بطل قلق بقى. يعني هيكون راح فين يعني؟ يلا غير هدومك. السلام عليكم يا أخ حازم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أخوك محمود.